قبل قليل حضرتك تكلمت عن تظاهرات تشرين، رأيك الغاية من التظاهرات وهدفها وشعارها البراق نريد وطن، يعني باعتباره شعار مثالي وشفاف وبلا أجندات، هل هذا فعلا ما سنراه من قيادات التظاهرات على الأقل إلى 10/10 القادم، موعد الانتخابات المقبلة؟ يعني الهدف هو هذا، أما الواقع فبالتأكيد هناك مشاكل كثيرة يعني في هذا الطريق. التظاهرات حقه، والتظاهرات هي نتاج للفشل الذي اشترك فيه الجميع. لا أبرئ أي جهة سياسية من الفشل الذي عم على الحياة الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها من مرافق الحياة. هل تبرئ نفسك أيضا من هذا الموضوع أستاذ سعد؟ فلهذا حركة المواطن، هو المواطن يبحث عن حقه. هل تبرئ نفسك أيضا من أفعال الطبقة السياسية التي أدت إلى خروج هذه التظاهرات؟ وكلنا يعلم أنك يعني عراب في فترة ما، عراب من عرابي السياسة، وأن موقعك ربما في مجلس محافظة بغداد هو يعني مجرد موقع وظيفي، لكنك أكبر من هذا الموضوع. ما أصف نفسي بهذا، أنا دائما كنت أبحث عن وأتحدث وأجادل في قضية مهمة، وهي أن علينا الآن أن نبدأ ببناء دولة. وبناء الدولة يختلف عن بناء السلطة. خلافاتي مع الأحزاب الحاكمة كانت تدور حول هذا الموضوع، وحتى خلافاتي مع السيد المالكي كان هو هذه القضية، أن علينا أن نبدأ بشكل حقيقي بمعاملة العراقيين كعراقيين، وأن لا نجزئ العراقيين حسب مكوناتهم، ونبدأ بإلغاء فكرة المحاصصة وإلغاء فكرة المكونات، والعودة إلى الأمة العراقية، والعودة إلى الهوية المركزية العراقية. فقد يكون هذا أحد أسباب أنني ظلمت بالجانب التنفيذي، لم أحصل على منصب تنفيذي بسبب هذا الموضوع، ولكن أنا يعني لا أبرئ نفسي من هذا الموضوع، ولكن أقول أنني حاولت وبقوة أن أكون جانب إرشادي إيجابي